ازيكم يا اصحابي، انا رامز من سنابل نيوز مصر. انتوا عارفين كل واحد فينا جواه نور. طب يا ترى تعرفوا ايه مصدر النور ده؟ فكروا شويه. خلاص انا هقول لكم، مصدر النور ده هو روح القدس. تعالوا معانا عشان تعرفوا اكتر عنه في مهرجان ليك نور. اول فقره معانا كانت مسرحيه في شباشه. وفي المسرحية اتعلمنا ان علشان نوصل للملكوت اللي هي مدينة النور لازم نصلي ونصوم في مدينة الشحن اللي يقصد بيها الارض. اتعلمنا كمان ان لو النور اللي جوانا ضعيف مش هيوصلنا للرب يسوع. نروح فقرة تانية، فقرة تيلابرا وطارا، يقصد بيها أرض الظلام. الأرض دي لما الأطفال بيروحوا بيحاولوا يخرجوا الناس اللي موجودة هناك ويودوهم لأرض النور. تعالوا نشوف إزاي ده هيحصل. الملك بعد لنا النور. النور بيعمل إيه؟ بين الظلام. وبعد كده رحنا استوديو براعم، وفي الاستوديو بتشوف الاطفال بتصور مع الماسكات. بعدها رحنا الالعاب، وعلى فكرة يا اصحابي بالرغم ان الالعاب كانت صعبة لكن اتعلمنا منها اننا لازم نحارب علشان النور اللي جوانا هيتسرقش، وان الشيطان بيحاول يسرق النور اللي جوانا عن طريق الخطية. بعدها رحنا فقرة لبارا سيتي، أرض النور. كان في واحد عايز يروح المدينة، ولما راح لقى حاجة غريبة قوي، إن المدينة المنورة بقت مطفية ما فيهاش نور. فسأل إزاي ده، فقالوا له إن النور لازم يتنور عند الجبل، والجبل بعيد عنهم وهم مكسلين إنهم يروحوا ينوروا النور. فأقنعهم إنهم لازم يروحوا يولعوا النور حتى لو كان بعيد عنهم، ويسيبوا الكسل وكل الخطايا اللي بتبعدهم عن النور. أكتر فقرة عجبتني الألعاب. أكتر حاجة عجبتني فقرة أرض السلام. عرفنا إيه الحاجة اللي نظفتنا من الخطية اللي هي الروح القدس. نشحن طاقتي بالصلاة عشان أفضل أنور. لعبت الزحليقة والصلاة في حبل كده. لعبت الحبلة ونزلت الزحليقة. وطلعت الكوبري ولعبت كور نوقع العلب. الشعر بتاعنا اللي يكون نور. شفتوا يا أصحابي إن النور اللي جوانا ده بيوصلنا للمسيح؟ حافظ على النور ده، اوعى تخلي أي حد يسرقه منك. كان معكم رامز من السنابل نيوز مصر. باي.